تعالوا مع بعض نعمل البريك، هنعمله بالجبنة القريش من الريف المصري وخير الصعيد المصري الجميل. تعالوا نشوفوا تفاصيلها ومقاديرها على الشاشة. جبنة قريش، حلو الكلام، جبناها من الست الطيبة اللي بتبيعها، بتبيع بقى الكسكسي وبتبيع الجبنة القريش والبيض البلدي والحاجات اللطيفة، وهي اللي بتنادى عليكي بتقول لك صباح الخير يا ست الكل، وتنزل بالعربية بتتمشي تاخدي منها الجبنة القريش. حلو، ومعانا دقيق ومعانا خميرة في المقادير العجينة بتاعتي، ومعلقة بيكنج باودر عشان تبقى العجينة هشة، ومعانا حبة البركة وسمسم وزعتر، كل ده موجود معانا، وفي المقادير طبعا بيضتين عشان تمسك قوام الجبنة. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. العجينة جاهزة معايا اهي، اختصارا للوقت زي الفل. نصيحة مني بقى، طالما عجنت عجينة حلوة بناخدها على طول نشتغل فيها زي ما هي كده اهي، اللهم صل على النبي. شكلها كبير واحنا عايزين نعمل واحدة، وهنشوف ازاي نعمل اسهل بوريك واحنا بنعمله. هناخدها كده ودي كفاية، ونفرطها مع بعض بالنشابة بطريقة سهلة وبسيطة. هنعمل شكل مستطيل دلوقتي ونعمل منه كذا واحدة من البوريك. شوية الدقيق بتوعنا، شفت انا عامل ايه دلوقتي؟ كل حاجة في الفرن، الأرنبيط في الفرن، المافن بتاعي في الفرن، وانا شغالة. بس عايز اوصلك ازاي تعملي البوريك بطريقة سهلة وبسيطة. نفرد دي كده على شكل مستطيل، اللهم صل على النبي اهو. البوريك دايما بتبقى عجينته هشة وعجينة سميكة شوية، خلي بالك، ولكن العجينة بتبقى شربانة من الحشوة بتاعت البوريك، سواء اللحمة مفرومة سواء جبنة قريش. عايز شكل مستطيل انا، كأنها اعمل مثلا سينابون. كفاية كده، حلو. انا اقطع الشكل ده، وتعلمت من الشيف المغازي اريح العجينة قبل ما اقطعها او اشتغل فيها. يعني اريح العجينة يعني اخدها من على الرخامة او من على البلانشة وارجعها تاني بسكينة صغيرة. اللهم صل على النبي. ونقطع كده ونيجي هنا، بنسرق شكل مستطيل بالعجينة اللي احنا فردناها. وهي اطوال المستطيل ضلعين بيبقوا شبه بعض، واتنين تانيين شبه بعض. قول لي المستطيل بيساوي ايه يا جفاروق؟ الطول في العرض حبيبي. ايه يا حافظ، ده مربع، ده مستطيل اهو. المربع بتبقى الاضلاع كلها شبه بعضيها، اتعلمت كده انا. انت اتغلطت، هتبوظ المدارس ليه بقى؟ قول لي. تعالوا مع بعض نعمل الحشوه بتاعتنا، الجبنه القريش. تسمع بقى على السوشيال ميديا الشيف المغازي ما هوش عارف الحساب، ما هوش عارف الضلع بتاع المستطيل. الجبنه القريش اهي، حلو، بتاعتنا زي ما هي كده بحبه البركه. حلو الكلام، هنحط عليها البيض بتاعنا ده كده، هناخد منه شويه لوش البوريك وشويه مع البيض مع الجبنه القريش. كفايه، حلو، ونقلب ده كده. دي الجبنه القريش بتاعتنا اهي مع البيض مع شويه بقدونس حلوين. حلو، مش هنحط ملح، نحط شويه كمون، انا بحب دايما الجبنه القريش معاها كمون بصراحه، يعني بالشكل ده كده. ما تحطش ملح، ما انصحكيش. ونقلب الجبنه القريش مع البيض مع البقدونس. عندك عروق بصل اخضر حطيها، مش موجود معانا النهارده. عندك شويه كرات بتاع الطعميه وبتاع الفلافل حطيها. ناخد الخليط ده كده زي ما هو. الله عليك، ده البوريك، ونشيل كل ده من هنا
زي الفل. والنظافة يا عم الشيف أول بأول. كوني حريصة إن مطبخك يكون نظيف. فجأة لقيت الباب بيخبط، حماتك لقيتيها في قلب المطبخ. تاخد انطباع عنك إن مطبخك نظيف. هنفرد الحشوة دي مع بعض كده. كده. بشكل مستطيل برضو. حلو الكلام. نعم يا غالي. اللهم صل على النبي. اهو. ونفس القصة. وننزل على العجينة بالراحة كده. حلو، معانا السكينة بتاعتنا. ونقطع كده. ونقطع كده. ونقطع كده. ونقطع كده. بوريك. عملنا كام واحدة؟ عدهم معايا كده يا فاروق. 8 1 2 3 4 5 6 7 8. الله عليك شاطر. 8 دول هنخبزهم ازاي؟ الشيف المغازة عنده مدرسة كده في خبز المعجونات أو المعجنات باللغة العربية. معايا الصينية على النار على عين البوتاجاز. إيه الأخبار؟ إيه الجمال ده؟ حلو أوي. المافن بتاعنا قدامه وقت شوية. حلو. معانا الصينية. يا نعم. تفتح الفرن؟ حاضر عينيا اهو. معانا الصينية بتاعتنا على النار. عايز اكسب وقت. اعمل ايه؟ باخد الصينية دي كده. بالراحة كده واشيل دي نحطها علشان الصينية سخنة. تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنخبز البوريك بتاعنا. الصينية دي هناخدها سخنة، خلي بالك. هتحط العجينة فيها وهي سخنة زي ما هي كده. اهي. ونحط في ارضيتها شويه زيت زيتون. طريقه حلوه كده انك تطلع المعجنات بتاعتك بسرعه. زيت زيتون اهو. حلو. عندنا حبه البركه والسمسم، ممكن نحطهم على المعجنات بتاعتنا بمساعده بيضه مخفوقه معاها قليل من الحليب، رشه فلفل اسود. حلو، عشان مشاكل الزفاره بتاعه البيض. عايزه تحط حبه البركه معاكي، عايزه تحط سمسم معاكي. اه بس عشان حبه البركه والسمسم تمسك على المعجنات تعملي ايه؟ تنها كده من غير الكفر اللي هو البيض والحليب على وش المعجنات، مش هيخبز معاكي ولا حبه البركه ولا السمسم. هتلاقيها نزلت من على العجين، خلي بالك. اه بوريك بطريقة سريعة وسهلة. عملنا شكل مستطيل وقطعناه على 8 قطع بالشكل ده كده اهو من الأطراف زي الفل. عايزاها بحبة البركة؟ أهلا وسهلا. شوية نصها مثلا بحبة البركة. اه بوريك بحبة البركة. عايزاها بالسمسم؟ أهلا وسهلا. زعق عيني. حاضر، هلا اسمع كلامك. احط لك زعق وزعتر. ده اختياري بقى. اه شفت الالوان الحلوه دي؟ اه عايزه الاثنين مع بعض. حطي حبه البركه وسمسم المعجنات بتاعتي. نروق الدنيا دي كده وتعالوا نرفعها مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. اللهم صل على النبي. الله. اه مكانها هنا. حلو قوي. زي ما قلت لحضراتكم الصينية لما تكون سخنة بتساعد ان الفطيرة تطلع بسرعة من النار. اه بالشكل ده كده. نفس الطريقة. نفس الطريقة. مكانها كل حاجة مكانها. اه درجة حرارة الفرن عندي 180. اه والصينية سخنة، خلي بالك اللي بخبز فيها دلوقتي. اه نقطع دي كده. يلا
شوف انا حطيتها في الصينيه ازاي. اللي هتقولك ان هي هتمسك في العجينه خالص. باقي عندنا ضلع، ضلع من المستطيل ناقص. يا دلعك يا شيف. وتعالى يا عم الشيف زي ما هي كده، هندخلها الفرن. ندخل البوريك بتاعنا الجميل الحلو مكانه هنا. جيب لي البوريك وهو في الفرن بقى، جيب لي اللحظات الجميله. بوريك بحشوه من خير الريف المصري والصعيد المصري، جبنا قريش ضفنا عليها بيض، ضفنا عليها شويه بقدونس حلوين، حطيناها في الفرن زي الفرن. وعندنا في الفرن كمان البوريك بتاعنا، لو في وقت هنشوفه مع بعض ان شاء الله. نبص عليه كده. ايه التركايه هنا يا مغازي؟ ان انا البوريك سخنت الصينيه، حطيته في الصينيه وهي سخنه بشويه زيت زيتون، فالعجينه بتاخد البصمه من تحت وتتحمر، بيبقى لها كده كريسبي لطيف وجميل، وبياخد وش معانا. نطلعها ولا نخليها يا شباب زي ما انتوا حابين؟ احنا واد معانا وقت باشا. حلو تمام زي الفل. تعالوا نشوفه مع بعض. انا عايز اطلع الله الله البوريك بتاعي، هحطه على الشبكه بتاعه الفرن ياخد لون. انا بس حبيت اعمل طريقه سهله النهارده. هو كده بص، عشان برضو المصداقيه، احنا نشوفه مع بعض كده زي الفل. ده البوريك بتاعنا عملناه بحبه البركه بالسمسم، ولكن التركايه ان انا حطيته في صينيه سخنه. لو احنا نقلبها دلوقتي هنلاقيها من تحت كريسبي، انا عايزه بس ياخد وش والعجينه بتاعته متخمره وزي الفل. عملناه بالسمسم وعملناه بالزعتر، والحشوه بتاعتنا جبنه قريش. انا بحب دايما البوريك بالجبنه بصراحه افضل حاجه. حلقه النهارده صحيه 100%، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج، ولكن تكتبي على باب الثلاجه يوم في الاسبوع يبقى الاكل صحي من نفس مطبخك. ما نقعدش بقى نجهد نفسنا في المشتريات، وده موجود وده مش موجود. انا حبيت النهارده لا فراخ ولا لحمه ولا سمك، وقدرت ان انا اعمل سفره بتناسب الكبار والصغار والاطفال الحلوين لما يلاقوا الحاجه الحلوه دي، والبوريك بتاعنا والارنبيط طبعا لكل الامهات والرجاله بالف هنا وشفا. السلطه الخضراء هي طبعا سيده السفره بتاعتي. يعني نقول مع بعض رؤيه وفن وابداع وكمان اكل صحي. نشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.